السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير لاباس، نتمنى انكم تكونوا بخير وبالف خير. هذا الفيديو يلقاكم باحسن الاحوال. من فضل الفيديو هذا جيت نشارك معكم النهار كيفاش غادي يدوز. نشارك معكم غيكون ان شاء الله فيه بزاف الحوايج. نتمنى انكم تكملوا، خصكم ماشي كنتمنى انكم تكونوا، ولكن خصكم تخلي تشوفوه حتى الاخر، اللي كان يعني تلقاو فيه بزاف الحوايج اللي غادي نشاركهم معكم. فهاد النهار اول حاجه بديت بها من بعد ما فطرت وجدت شاد وخرجتها، خديت انا المعلقه ديال الخشب، رقدتهم في الماء سخون غليان وبيكربونات الصودا. كتشوفوا شنو خرج منهم، كيبانوا نقيين ولكن راه شنو خرج منهم، راه كيف شفتوا الماء كيولى صفر. صافي، ومن بعد ما هدرت خرجت ديك البول اللي كنحط فيها دوك القراعات حتى هي غسلتها. راكم عارفين انا ساكنه في السفلي والغبره كلها كتقاد تدخل وكيبقى، راكم عارفين اللي داموا هذاك صدتهم. اول حاجه قلت نغسل ديك البلايصه ونغسلهم ونخليهم ينشفوا. وغادي ندوز باش نشارك معكم الغديوه اللي غادي نوجد اليوم. الغدا مش الغدا، شنو قلت انايا، تجهيت انني ندير الدجاج بالسفرجل. هنا وجدت الغديوه نصبت ديجا وخليت الدجاج هكايا في البصيله، ضغمرتو هكايا، عاد زدت الزيت كنخلي حتى كندير هكايا بعد كنضيف الزيت الاخر وصافي غنسد عليها. والسفرج هنا نقيتو فلحتو شويه من الفوق. بالنسبه للسفرج انا كيفاش كنعسلو، كندير العطريه كامله، كندير شويه لكن ما كنقويش، كندير شويه ديال الخرقوم، شويه ديال البصل، شويه ديال الملح، شويه ديال السكينجبير، القرفه كنكثر منها، او كندير سكر ولا العسل هكايا باش يتعسلو. وصافي كنخليه يطيب طبعا على خاطر خاطره. وصافي هذه هي كانت الغديوه ديالنا. مهم راكم عارفين هاد الوقيته السفرجل زوين، وهاد الوقيته هي الوقيته ديالو فاش يكون موجود السفرجل. انا كيعجبني فاش درت الفرصه، راه كنجدو حتى كنديرو في القراعي حتى فوق ما كيبقى عندي على دور العام. يعني بزاف الخضرات كنجدهم كنرقدهم بحال هكاك، يعني كيبقاو موجودين عندي فوق ما تشهيتهم كنلقاهم. كتعرفوا كتجي واحد الوقيته كتشهي شي حاجه ما كتلقايهاش، وكاين اللي كيحتفظ به في الفريكو كيشدو كيطيبو غير كيسلقو في الماء وكيديرو في الفريكو حتى هي كتقدري ديريها. هنا من بعد كنت خرجت انني باش نتقدى شي حوايج خاصني، ودزت هنايا اول حاجه دزت البيم، كانت شفت واحد البلاكار وكنت باغا ناخذو، ماشي بلاكار ماريو، كنت باغا ناخذو لشاد الحويجاتها ساعه دوماج ما لقيتوش، وليت خديت غير الخبز و داك الطوست والباكيت ديال ساندويتش والبرجر، خبز البرجر. كتعرفوا دابا مع لانش بوكس المدرسه وهذا كينفعوا بزاف، وحتى في الدار الى شي ليله ما لقيتي شنو ديري كتنفعك. كتديري ساعه ولا صافي، ولي ضرب الدوره شفت شنو كاين في بيم هنايا، شنو كاين في العروض، شنو هذا، وصافي خرجت هنايا لقيتها تسري. ولا حتى كان عندي في حالهم ساعه ما لقيتش شي لوينات اللي عجبوني، ودزت عند واحد المحل اللي بصح انا كيعجبني ديما كنشارك معاكم المشتريات اللي كناخذ. وفي اخر فيديو كانت جاتني تعليق على هذيك ديال العطريه منين خديتها من عند هاد السيد، نيت غنخلي لكم جميع المعلومات عليه هنا، غتلقاهم في الشاشه لتحت، نمرة التليفون، راكي فيسبوك، تيك توك، كلشي. غنخلي لكم كارت فيزيت ديالها هكا غنصورها ويدخل كلشي، راه حتى العروض كيدير بعض المرات الاثمنه ديال الهبال، كيدير اثمنه واو وكيوصل المغرب كامل. هنايا بالنسبه للعشاق القهوه والديكورات والبريستيج، هنايا كويس الا بغيتي تشربي قهوه على حقها وطريقها، هنايا لونسومبل ديال القهوه كاملين، اي حاجه تقدر تبغيوها تلقاوها عنده. هنا مبخرات وشكيلات والنويعات واللوينات، هنا دوك اللعيبات هذوك الصبارات الصغيرين الذهبيين راه ديجا عندي بحالهم، خديتهم هنايا مبخره صغيره زوينه. المهم كيف قلت لكم شوفوا المبخرات، حتى البخور كيبيعوا كل شيء تلقايه عنده، كل شيء عنده. هنايا هادو ديال الكيك اللي كانوا خرجوا هكا فيهم داك الدوار تاع في لارجونتا والدوغي، الصوانيات كيف ما بغيتوا في جميع الاشكال والالوان، الدوغي لارجونتا الغوز جولد، يعني اللوينات كيف قلت لكم راه كل شيء كتلقاه. انا صراحه كانوا عاجبني هذه ديال الحلوه وديال الكيك اونصومبل، كيجي طبله كامله جابهم كاملين، يعني طبيسلات كلهم.
الكويسات كتلقاي عندهم. انا جيت فهاد الوقيته لقيت بصراحه عامر المحل، كان عليا نجي في شي محل في شي وقيته خاويه. هنا بالنسبه لهاد لونسومبل هذا ديال القهوه بلي طاس وسو طاس والبلاطو ديالهم الصويني ديالهم فاش كيتهزوا كيجي زوين. الا بغيتو تعطيوهم كادو لشي عروسه ولا شي وحده يعني باغي تباركوا لها في الدار ولا من كادو، كيجي كادو ديال تحمرت الوجه. هنا هي بالنسبه للبراريد البرقان، البرقان ديال القهوه يعني كل شيء كان عنده هنايا. يعني قلت لكم راه اي حاجه تقدري تلقايها عنده، حتى الا ما لقيتيش حاجه وش حاجه كنتي شايفاها وريتيها لي كيجيبها. كل شيء كاين عنده كيف قلت لكم. هنا بالنسبه كان لاحظت هنايا الطباصر، كانوا الطباصر محطوطين هنا عنده. هنا بالنسبه لهذا الطناجر كوكوتات ديال الكرانيت سيراميك اللي المهم اللي بغيتي كتلقايها عنده. وتمن الكوكوت اللي كنت ديجا كتشوفوني كتشاركتها معاكم راه كنت خديتها من عندهم، هي هنايا في الاحمر. هنا هو يا الديكور هنا اللي حاط هنا في الاحمر. انا عندي في داك بحال الغوز بارد صومو، خديت انا في الصومو هي هذه في الاحمر. صافي كي قلت لكم راه اللي بغيتوها غتلقاوها عنده، واللي بغى يتواصل معنا نخلي لكم الكارت فيزيت ديالو هنايا تواصلوا معاه. تشوفوا العروض، دخلوا للفيسبوك عنده، التيك توك، الانستغرام، يعني راه كلشي كتلقاه عنده. هنا بالنسبه للطباسه ديال البلاستيك والبلاطويات، هنا هاد الكيسان اللي كانوا خرجوا مؤخرا ديال الرخامه، وهادو عاوتاني اللي فات التشكيل فيهم الالوان. انا حمقني هذا ديال تركيا دوك الصغيرين باغا ناخذهم. مهم خليكم على الجوله هنايا في المحل، وغنخلي لكم حتى الكارت فيزيت ديالو كيف قلت لكم. صافي هنايا من بعد دخلت للدار وتقت ديالي تقديت معايا، غادي نشاركها معكم ان شاء الله. انا اول حاجه جبت كنت جبت معايا شويه ديال البيض، ماشي بزاف، جبت غير اللي غنقضي به زعما هاد اليومين هادي. كنت باغي نصايب معكم كيك وفهمتي كنحتاجوا لجهد بحال كيا الفطور ولا هذا كنسلقوا ليها ولا هذا وكيبغيو الفطور. المهم جبت قلت لكم غير الحاجه اللي غنقضي بها. وكيف كتشوفوا راني خديت داك السخان ديال الماء، ضروري غنمشي عند السيد غادي ناخذ شي حاجه. مهم باش سميتو تخفيضات المرجاني القنيطرة، راه خليت لكم النمره ديالو وكلشي. تواصلوا معاه هكايا راه غادي يوريكم كلشي. شوفوا السخان هوايا، صراحة الرجل ربو ليا وكلشي كيدغيا كيسخن. انا ديجا كان عندي بحالو، الناس اللي قدامي في القناة راه غيعرفو، راه ديجا كان عندي انا كنت واخداها من بيم، واخدة ديال الزاج، ولكن جاني هذا حسن عن جاز ديال الزاج كما كتعرفي اش كيوقع كيتهرس. صافي غادي نبدا نجبد اي حاجه جبتها غنبدا نرجعها نحطها نيشان في بلاصتها. هنا صافي الخبز جبته غادي نديرو في الثلاجه نرصيه باش ملي نبغي نخدم بيه كما عارفين باش ما يديرش الريحه. ما جبتش كميه كبيره اللي غدت جبت غير اللي غنقديو به مؤخرا. قلت لكم التقاديه اللي خرجت راه جبت شي حاجه قليله ودزت معايا شويه ديال البوزروك، صراحه جبت غير نص كيلو ودزت عند مول 5 دراهم. خديت ديال البخور صراحه ريحته واعره، 5 دراهم ورخيص ولكن الريحه راه خطيره. كتبقى في الدار تصور غير البلاصه اللي كنحط فيها حاطه فيها، ملي كدوزي من تما كتطلع معاك الريحه ديال البخور. مهم هنايا خديت شويه ديال العدس، دزت الهري خديت شويه العدس. راكم عارفين دابا يا البرد صافي كنبرد الحال كناخذ القطاني، وصراحه انا من محبين ديال القطاني. العدس عندك العدس واللوبيا كنحماق عليهم، وحتى بنتي كيعجبوها. صافي دزت خديت شويه ديال النعناع وخديت الخس هكا بان ليا الطري عجبني. وخديت الشوكولا ديال جهد باش كتفطر بيه في الصباح كيعجبها مع الحليب، حيتاش بنتي ما كتبغيش الحليب دافي كتبغي غير الحليب بارد، وكتنخلطوا لها هكا. وخديت هاد الشوكولا هذا اللي غنصايب بي معكم اليوم كيك ديال الشوكولا، وخديت ديك بيبي دو شوكولا. مهم
هذه هي التقدية اللي خرج تقدي يعني خفيفة ظريفة. وغندوز باش نصايب معكم الكيك. الكيك شنو غادي نحتاجو فيه؟ ساهل ماهل، ما فيه حتى شي حاجة اللي صعيبة، وصراحة كيجي خطر في المذاق. هنا خديت كاس ديال القهوة، تقدروا ديروا سريعة الذوبان ولا القهوة اللي كتشربوا عادي اللي كتطبخ، المهم اللي توفر عندكم. درت 3 البيضات، كاس ديال سنيدة، شوية ديال الملح. غادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى تذوب لي ديك سنيدة اللي كيقول لك كنعرف بقى نخلط فوق عشان نحبس. تتحب تتبان لك سنيده دابت في البيض، صافي. وغادي نضيف ساشيه ديال الفاني باش يعطي ديك النكهه ديالو. ممكن تقدروا تنسمو نتوما باش بغيتو، ولكن انا كندير يا اما قشور الليمون اللي كنسم بهم، قشور الليمون، قشور الحامض، ولا الفاني. ولا كانت عندكم شي نسمه كتحبوها ديروها. صافي، كاس ديال غلك القهوه، كاس لارب ديال الزيت، كندير كاس لارب ديال الزيت. صافي، وغنخلط هاد المكونات مزيان. صافي، وغادي نضيف الدقيق اللي غادي نحتاج للخلاط، وغنضيف معاهم 2 معالق ديال الكاكاو المر. صافي، وغنخلط هادشي، وغنزيد 2 ساشيات ديال الخماره. صافي، وغنخلط هاد المكونات. وفي الطباسيل انا شديت شويه ديال الطحين، قطعت شويه ديال الكركاعه، غير طريفات ديال الكركاعه، بيبي دو شوكولا، وخلطت معها داك الكيك، داك الطحين، باش ملي نديرو في الكيك ما يحسنش ليا غير لتحت، يهبط غير لتحت ديال الكيك ويجلس. هذه الطريقه باش ما بقاش اي حاجه بغيتي ديروها في حكايا شي فرويساك تضيفوه مع الكيك ديالكم، بقاو تخلطوه شويه مع الدقيق، عاد تضيفوه للكيك ديالكم. والمول دهنتو بالزبده، ودرت شويه ديال الطحين، وضفت فيه شويه ديال الكاكاو باش ما يجيش بيض، باش حتى الكيك ملي كيدخل الفران وكيخرج كتبقى ديك الطبايع بيضين ديال الطحين بيض. صافي، وغادي نضيف هذا الخليط ديال الكركاع والشوكولا، وغادي نخلط مزيان. صافي، وغادي نصبهم في المول. صافي، وغادي ندخلها للفران. الفران اول حاجه سخنته، ومنين ندخل الكيك غنخلي غير العافيه غير من تحت حتى يطلع ليا مزيان، ومنين تحشي فيه موس ويبان لك صافي نشف، صافي غتطفي الضو وتشعلي من الفوق باش يبان لكم الكيك اللي كيكون ديال الشوكولاته هكايا. تعرفوه الطاب، ملي تقيسوا بيديكم ما تبقاش تحسوا بالكيك فازك، تحسوا به شويه نشف، صافي كيكون ديك الساعه راه ولد. صافي، هنا الكيك ديالي وجد. صافي، غنقلبوا هكايا في الطباسه اللي غادي تقدموا فيه نتوما، وصافي. وغادي نمشي نوجد لاصوص اللي غادي نزين به الكيك من الفوق. صوص عادي، خديت نص كاس ديال الحليب بارد، غادي نضيف عليه 2 معلقات هكايا ديال الشوكولا، يعني تقدروا ديروا البودره ديال هكايا هذه الحلوه، ولا المره الا درتوا المره ضيفوا لها سنيده، الا درتوا هذه الحلوه ما تضيفوش. صافي، وغادي نضيف غادي نديرهم فوق البوطه يغلاو مزيان حتى يغلى الحليب يفاد، وغنضيف عليه داك نضيف عليه الشوكولا النواغ اللي خديت، الشوكولا اللي درت انايا. تقدروا ديروا اي شوكولا نتوما، انا خديت هذا من عند مول 5 دراهم، كيدير ديك هذه ب 5 دراهم، فيها نسبه الكاكاو 55%، يعني مرشي شويه. انا بغيت ديك النكهه ديال الشوكولات تكون باينه، ديال مرورات الشوكولات تجي زوينه. صافي، وغادي نبقى نخلط حتى يذوب ليا داك الشوكولات مزيان. صافي، وغادي نصبه فوق الكيك ديالنا. كيفاش تشوفوا اللون ديالو كيفاش ولا، وراه من حدو كيبرد هذاك الخليط وهو كيزيد يعقد. صافي، وغادي نصبه. وصافي، وتقدروا تكتفيوا بهذا المقدار ديال انكم غير ديروا داك لاصوص من الفوق وتحبسوا، ولا تقدروا تزينوه بشي حاجه. انا زيتهم بما انني درت شويه ديال الكركاع من الداخل، نزينه بطريفات ديال الكركاع من الفوق. صافي، ودرت هكا غير نص ديال الكركاعه هكا، دورت شويه 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 من الفوق، وصافي. وهذا هي الكيك ديالي، هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك. كنتمنى انها تعجبكم، وغنقول لكم السلام عليكم، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. وخليوا لي تعليق، وما تنساوش لي لايك الفيديو باش ينتشر اكثر نتا.